الجولة حقيقة اللي قمنا فيها شاهدنا فلسطين كما قلت في كل التفاصيل، وبالتالي هذا تعبير حقيقي عن هذه المكانة لفلسطين وللقضية الفلسطينية في قلوب الأشقاء في مصر، وأيضا هذا ليس بالجديد على الأشقاء في مصر أن يتم تخصيص جزء مهم من ريع هذا المهرجان لإغاثة الأهل في قطاع غزة. أيضا هذه لفتة كريمة أخي عامر ومعالي الوزير من الأشقاء في مصر لتضاف إلى كل ما قدمته مصر حقيقة دعما للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم حقيقة على كل هذه المبادرات وعلى كل هذا الجهد الكبير الذي شاهدناه منذ أن دخلنا إلى أرض هذا المهرجان وهذه المعارض، شاهدناه عند الأطفال اللي شاهدناهم برسمه دعما للقضية الفلسطينية، وعند المتطوعين في جهاز الهلال الأحمر ليستكملوا الدور الكبير الذي قام به هذا الجهاز الهلال الأحمر المصري ليكون جسرا ما بين العالم وفلسطين لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وصولا إلى كل الفعاليات الأخرى حقيقة اللي شاهدناها. في هذه الظروف الصعبة اللي بتعيشها القضية الفلسطينية اللي بتتعرض إلى مذبحة من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 10 شهور، راح ضحيتها لغاية الآن أكثر من 40,000 شهيد ومئة ألف جريح، ملايين المهجرين، مئات الألوف من المنازل والبيوت والمساجد والكنائس والمدارس والجامعات التي هدمت عن بكرة أبيها، لتعبر عن وحشية هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وعن همجية هذا الاحتلال. حقيقة في هذا المجال لابد أن نتقدم أيضا بالشكر الكبير للدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي كانت مواقفه السياسية واضحة منذ اللحظة الأولى في ضرورة وقف هذا العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني. منذ اليوم الأول كان هذا الموقف واضح للرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اليوم الأول كان رافض لهذا العدوان وسعى بكل الجهد والنشاط السياسي والدبلوماسي من أجل إيقافه، وأيضا على الجهد الكبير الذي بذله من أجل إغاثة الأهل في قطاع غزة من خلال هذه الآلاف من القوافل التي تحمل المساعدات للشعب الفلسطيني من هنا من الأشقاء في مصر، من كل مدينة ومحافظة وقرية وصلت إلى غزة لتشكل عامل إغاثة مهم في ظل هذا الحصار وسياسة التجويع التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني وتحديدا ضد أهلنا في قطاع غزة.